بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من استاد القاهرة الدولي محدثكم عادل محمود يحييكم، وننقل لحضراتكم الوصف التفصيلي لمباراة كرة القدم على الهواء مباشرة بين فريقي الأهلي وجولدي، وذلك في إطار مباريات الدوري العام موسم 2000-2001 والمباراة المؤجلة من ضمن الأربع مباريات المؤجلة للنادي الأهلي. فريق النادي الأهلي النهاردة بيمثله لحراسة المرمى عصام الحضري، خط الدار من اليمين للشمال سيد عبد الحفيظ، ودي هجمة ولكن رمي تمام سيد عبد الحفيظ ووائل جمعة وهادي خشبة وأحمد السيد وأحمد أبو مسلم، في نص الملعب إبراهيم سعيد وحسام غالي وجلبرتو واثنين مهاجمين خالد بيبو وإفلين. ويتقدم سيد عبد الحفيظ وسيد 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 وهنا بالعرضية وفتحت خطورة ولعب العرضية وبرافو برافو نادر السيد برافو نادر السيد في نص الملعب لهاني العقبي وهاني وحتى مفيش حاجة ودي الهجمة والهجمة وخالد بيبو وخالد وبرافو برافو نادر السيد هجمة في منتهى الخطورة للنادي الأهلي وخالد بيبو. حسام غالي غير اتجاه اللعب على طول لأحمد السيد أحمد السيد مرة ثانية لجلبرتو وحسام غالي وبرافو حسام وبيلعب على طول من ناحية الشمال لأحمد أبو مسلم والعرضية والعرضية وحلوة ومنتهى الخطورة والتسديدة ولكن في لمس في لمسة يد على فيلينو على طول لجلبرتو يغير اتجاه اللعب على طول لخالد بيبو على حدود المنطقة وتسديدة حلوة وبرافو إبراهيم سعيد وتسديدة حلوة حلوة ويا دوبك فوق المقص اليمين مرة ثانية لخالد بيبو خالد بيبو أيمن الطحاوي ولعبها لإبراهيم سعيد وحلوة منتهى الخطورة يا خبر أبيض حسام غالي بيضيع هدف أكيد حسام غالي للنادي الأهلي برافو نادر السيد اتعملت حلوة 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 لو شفناها في العادة أدي خالد بيبو وادي بقى الرؤية الجميلة قوي من إبراهيم سعيد وبتوصل على طول لحسام غالي ولكن براعة بقى نادر السيد بينقذ مرماه من هدف أكيد نادر السيد وضربة ركنية لصالح النادي الأهلي. أول تبديل هيخرج بدلا من عصام علي رقم 7 هيخرج عصام علي رقم 7 أول تبديل وضربة ركنية ولكن برافو وهجمه في منتهى الخطوره لسه كان عينينا والله على التبديل اعذرونا لان المونيتور هنا يعني بيتعطل وبتتقطع الصوره كتير على طول خالد بيبو خالد بيبو وبخفكر وتسديده ومره ثانيه وبتقع من نادر السيد وادي على طول دي سيلفا البرتغالي الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي وادي الضربه ركنيه وخالد بيبو عليها وحلوه بتعدي في منتهى الخطوره يا خبر ابيض وحسام غالي وحسام غالي بيضيع هدف اكيد حسام غالي لكن والله اتعملت وتكمله بقى نموذجيه للهجمه وادي الضربه الركنيه وشوف حسام غالي وبيتدخل بكل قوه حسام غالي وبيلطشها كده بوش رجله ويا دوبك بجوار القائم ملعب جالبرتو لحسام غالي يبقى تقدم حسام ومشاهدينا الكرام اطلق حكم اللقاء عصام عبد الفتاح صفارته معلنا نهايه احداث الشوط الاول من لقاء الاهلي وجولدي في المباراه المؤجله بينهم لمسابقه الدوري العام وقد انتهت نتيجه الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون اهداف. وخالد بيبو ودي هجمه وفريق جولدي وفي منتهى الخطوره ودي العرضيه والعرضيه وبيخطفها في الوقت المناسب برافو هادي خشبه اول مفاجات فريق جولدي بيفاجئ النادي الاهلي وادي على طول بقى ابو العينين شحاته والعرضيه ولكن بيخطفها قبل صامويل والضربه الركنيه لصالح جولدي اتلعبت على طول وطارق مصطفى يلعب العرضيه وعاليه وطويله وفي منتهى الخطوره وبرافو عصام الحضري ولكن في رايه وصفاره في رايه وصفاره وحكمنا النهارده حكمنا الدولي عصام عبد الفتاح وبيعاونه في المنتخب الافريقي مكون من هاني رمزي والبدلاء حازم امام وضربه ركنيه وبرافو عصام الحضري بيرد على طول عصام الحضري على نادر السيد وبيمسك الكره الحلوه وعايز يعمل هجمه على طول ولكن على طول بيرد وما زالت النتيجه التعادل السلبي بدون اهداف بين فريقي الاهلي وجولدي في الدقيقه 20 من الشوط الثاني واتلعبت على طول يتقدم هادي خشبه هادي خشبه ومن لمسه واحده ونفس الموقف ده تكرر في مباراه غزل السويس ولكن اتاخر شويه وتسديده حلوه وبتقع من ايديه وتسديده حلوه من خالد بيبو ومفاجاه وادي الجهاز الفني للنادي الاهلي كان حسام البدري وادي خالد بيبو ومفاجاه لنادر السيد وبيمسكها وبتقع منه عملت بند كده وضربه ركنيه خالد بيبو
عملها زولو ريب، ولكن على طول جلبرتو ياخدها مره ثانيه، هيغير اتجاه اللعب، يلعبها على طول لسيد عبد الحفيظ، وسيد عبد الحفيظ وتصيطه حلوه وحلوه ومفيش تسلل ومنتهى الخطوره، والهدف الاول وائل جمعه. وائل جمعه الهدف الاول للنادي الاهلي، الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 21. وائل جمعه هدف حلو حلو حلو، وتعامل التسقيطه حلوه قوي من سيد عبد الحفيظ، هنشوفها في الاعاده، اتعملت حلوه حلوه من سيد عبد الحفيظ، والهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 21. وائل جمعه تصبح النتيجه 1 الاهلي لا شيء جول. 26 يحرز الهدف الاول. ادي بنشوف الاعاده، ادي سيد عبد الحفيظ التسقيطه الحلوه قوي ولمسها بدماغه احمد السيد وسردباكين النادي الاهلي، عملوا هدف الاهلي. احمد السيد لمسها حلوه قوي بلمسه سحريه، ادي على طول احمد السيد وعملها حلوه وفعلا مفيش تسلل، ومغطي ناحيه الشمال عمرو الدالي وسندها لنفسه، وبمنتهى الثقه والاداء الجميل والرشاقه على طول بيحرز وائل جمعه الهدف الاول للنادي الاهلي. وفكر عالي من هادي خشبه بيعطل الهجمه، وبتوصل مره ثانيه لايفيلينو، ومعدي ايفيلينو، ومعدي ايفيلينو مره ثانيه، ومره ثانيه، ومعدي ايفيلينو، وبيستعرض مهاراته وعملها حلوه. وابراهيم سعيد بقى واحده والثانيه ابراهيم، وتسديده حلوه وبجوار القائم الايمن، بجوار القائم الايمن، لكن والله اتعملت حلوه حلوه من ايفيلينو اللي هو دلوقتي اعلن عن نفسه، ادي مره وادي المهاره لايفيلينو، ادي مره ومعدي على طول من هاني يونس، ومره ثانيه من صلاح امين، وغير اتجاه اللعب حلو قوي الناحيه الثانيه العكسيه، وبالمقاس على صدر كده ابراهيم سعيد، وواحده وشاف المرمى وتسديده قويه، ولكن عايز يركنها في الزاويه البعيده، وبيضيع هدف للنادي الاهلي. ما زالت النتيجه تقدم الاهلي بهدف للا شيء. على طول العرضيه على حدود منطقه الجزاء 1-2، واتلعبت على طول وصامويل، وبرافو هادي خشبه، برافو هادي خشبه لاحمد ابو مسلم لجالبيرتو، ولكن بيقطع على طول هاني العقبي لزامل هليل، ومن لمسه واحده لزامل هليل وصامويل، وصامويل وزامل، ولكن هيلعب، ولكن مقطوع على طول وسيد عبد الحفيظ، هشام حنفي والبينيه الحلوه، ومحمد فاروق، ومحمد فاروق، ومنطلق محمد، وهيلعب العرض، وهيلعب العرض، وفضل ان يسددها ويسددها على المرمى واعلى من اللازم لسه. طب محمود ابو الدهب، محمد كفته، ومحمود ابو الدهب، ومحمود، والتسديده حلوه وبتخبط، وضربه ركنيه في منتهى الخطوره التسديدات، وبتخبط في احد مدافعي النادي الاهلي، وضربه ركنيه. بنشوف العاده، ادي محمود ابو الدهب عاملها والله حلوه قوي، وارضيه زاحفه، ادي ومشاهدينا الكرام اخيرا اطلق حكم المباراه عصام عبد الفتاح صفارته، منعلنا نهايه احداث الشوط الثاني والمباراه بين فريقي الاهلي وجولدي، والتي انتهت نتيجتها بتقدم الاهلي وفوزه بلقاء بهدف لوائل جمعه في الدقيقه 21.